ماشي الكلام اللي قلته في قناة تونس نلتصق تقريبا لوجه نقيت التصريح هذاك اللي عملته وحيد ظهر لي ايه ملي بطلت الكورة. ملي بطلت الكورة. علاش اخترت الوقت هذاك بالذات باش تتكلم؟ مش اخترت مش اخترت. هل انت اخترت الساعة والا هو مش مقدر اخترت باش مش يتكلم اخترت. شنو بالضبط؟ انا ما اخترتش الوقت هذاك وما كنتش باش نخرج ونحكي ديما بعيد على روحي. غضتني روحي وكاو. هذيك هيك اللي خرجني باش خرجت باش تكلمت وكاو. بدلت حاجة بعد الكلام هذاك؟ ليه شو بدو كل واحد تو نجيك وكل واحد ياخو حقه. فهمتني؟ بدلت برشا حاجات بون فما ثلاثة من الناس اللي تو قاعدين واقفين معايا فهمتني؟ اللي هما؟ سي لطفي عبد الناظر. اي فهمتني؟ لا إله إلا الله ديما. ناصر البدوي. ناصر البدوي. وسامي الطرابلسي. ثلاثة هذوما الوحيدين. هذوما لحد الوقت هذا الساعة هذه واقفين معايا. باش عاونوك؟ عاونوني برشا حاجات. أنت اللي نعرفه أنا لطفي عبد الناظر وناصر البدوي عاونوك في الدار. مازالوا تو كملوا لك الدار نتاعك. مازالوا إن شاء الله بينتو تكمل الدار. حول الله. جراس على لطفي عبد الناظر وناصر البدوي. ناصر البدوي. وسامي طرابلسي. سامي طرابلسي مش باش نقول لك خو كبير. انا كنت حتى وقت ما بعضنا في كيب ناسيونال كنت نحبه ديما نحب القعده بحذاه. هو بصراحه اللي نعرفه على سامي طرابلسي يعاون برشا برشا عباد. عاون برشا ما يقولش هو يعاون اي ولا هو ما يقولش اما انا جيت باش هو ما يحب اما انا جيت باش اما بصراحه اللي نعرفه قاعد يعاون في برشا يعاون برشا والتو قلت لك ديما يعاونني يرحم والدي. فهمتني؟ وقد ما نقول فيه راهو شويه بالنسبه كي هو كي سي لطفي كي النصر. يعطيهم الصحة الناس الكل. تو واقفين معايا هذوما بالحق لقيتهم واقفين معايا. هذوما الوحيدين اللي كانوا هذوما اللي لقيتهم واقفين معايا. فما عباد لاموك؟ برشا لاموني. مثلا شكون لامك؟ شكون اللي لامك؟ لامك الجمهور لامك اللي يحب الترجي. فهمتني؟ وانا كي تكلمت ما تكلمتش الترجي، الترجي جمعية كبيرة. لا نجم نمسها أنا. لا نجم نمسها غيري. فهمتني؟ ما حكيت على ظروف اللي عشتها وكا. فما عبيد بعدها وعدوك وما نفذوش. يخزو انا وقت اللي خرجت حب نفسر برشا حاجات. وقت اللي خرجت حكيت انا مانيش طالب جاي مد يدي للطلبة راه. فهمتني؟ انا حكيت خاطر حسيت حاجة لهنا وقت اللي صار اللي صار. فهمتني؟ تقهرت. فهمتني؟ هيك خرجت حكيت. باقي وقت اللي حكيت زاد ما حكيتش باش ناخو. لازم يفهموها العباد راني ما حكيتش باش ناخو. اللي عاونوني يرحم والديهم وبارك الله فيهم. فهمتني؟ مال علاش خرجت؟ هاي انا كي خرجت حكيت اني قلت لك صارت لي حكايه اللي صاي اللي هي مو ما حب عاوش نرجع بالتوالي. اي مهم باش نعرفوا. اغزر متحفظ برشا معايا خويا اليوم علاش؟ لا والله مانيش بالعكس والله عطيتك برشا حاجات والله. ليه؟ فهمتني؟ الحكايه يعرفوها تونس كامله تعرف. فما شكون وعدك وقتها باش يعاونك وما عاونكش؟ فما مثلا شكون؟ ما نعرفش انا في التلفزه حكاوا انا ما مثلا شكون؟ فما في التلفزه حكاوا وقت اللي صارت الحكايه فهمتني؟ فما برشا حكاوا ما اتصل بيا حد. الوحيد اني قلت لك ثلاثه من الناس حتى سامي ما تكلمنيش راهو. والتو انا وسامي ما تكلمناش بالتليفون. مالك كيفاش صار؟ فهمتني؟ كيفاش صار الكونتاكت؟ على طريق واحد اخر يرحم والديه. وما كلمكش لا كلمت؟ صدقني للوقت الحالي للوقت هذايا ما لا كلمني ولا كلمته. واضح تي صح. فما واحد ما بيناتنا فهمتني؟ واضح. باش عاونك نجم نعرف باش عاونك سامي طرابلسي؟ عاوني كيف ماديا فلوس ماديا انا كي في العيد في دخول القرايه في لولادي واحد فهمتني عاوني برشا. وانا قلت لك التو مازال يعاون فيا. خالد بدر ما اتصلش بيك بعدها؟ ليه ما اتصلناش مع بعضنا؟ ما صار حتى كونتاكت؟ ليه خاطر هو تكلم في شمس فيم قال دموع تماسيح وحاجات من نوع هذا اموره هذيك. قال هزك للبنك اعطاك فلوس هذا. موجود ولا مش موجود؟ هو قال. اي صحيح ولا فهمتني؟ هو قال. ما صارش منه الكلام؟ الله اعلم. طيب هذه حكايه مشيت تعديت على روحها. ما باش نفهموا شكون اللي صحيح وشكون غلط. انا غلط هو صحيح وانا غلط. تحسك فما كلام في داخلك ما تحبش تخرج. فهمتني؟ قلت لك هو صحيح وانا غلط.
هو يعرف بشير الصهباني شنو هو، رغم اللي علاقتكم كبيره برشا كانت. ليه وتقعد يقعد يغزل لي، يجي نقول لك حاجه ها وصار اللي صار فهمتني. وكان نرجع ونحكي ونرجع ونتقاو ويقابلني ويعاد راني كل شيء ننسيه، يمشي على روحه كل شيء يمشي على روحه. علاش قال فيك الكلام هذاك؟ فهمتني اموره به. وقت اللي كنت ترجي بشير كنت في القمه، فما عبيت خذلوك وقتها، وقفت معاهم وقتها وخذلوك من بعد. فما برشا برشا عاونتهم وما برشا. انا اجي نقول لك حاجه واعوذ بالله من كلمتين، فماش واحد قصدني في اي حكايه وما عاونتوش بها. فما شكون قصدته من بعد ردك؟ مسكرين البيبان مش ردني. كيما شكون مثلا؟ تي ليه من الاصحاب نحكي انا. ماكش تسميني شيء اليوم؟ ها انا ماخذ وعد على روحي باش ما نسمي حتى حد، خاطر اللي باش يسمعني باش يعرف شكون هو وكاو. بيقولوا بشير خاطر وين تكلمهم من بشير يحب على فلوس، على ذاك ما عادش يزور عليك. شكون هذا؟ يقال هكا. عمري ما كلمت حد على فلوس انا. حتى حد. عمري ما كلمت حد على فلوس. ودايما انا نوامر اللي تحكي اللي قالوا. عمري ما عنديش برشا نوامر انا صح. نتقابلوا في ال وتيت فرصه هكا في البارك ولا حاجه ولا عمري ما. قد ايه صورت بشير فلوس من الكوره؟ صورت فلوس؟ مش تصور، ما صورتش حتى شيء. انا ما صورتش فلوس على خاطر ما خديتش فلوس. كيفاه جمله؟ ما خديتش فلوس. باش مشيت كاس افريقيا عمرك 20 عام عملتوا فينال، نتصور وقتها الناس الكل خذت فلوس وقتها بعد كبد افريقيا هذيك في جنوب افريقيا. خذيت فلوس، خذيت بهم دار الوقت هذاك، حطيتهم كل في دار. ما شاء الله، هاو عندك عملت دار. هي هذيك هي. كيف ما صورتش فلوس؟ ما صورتش فلوس، ما تنجمش تصور فلوس وقت اللي الفلوس شويه. ملي كبد افريقيا انت عندك فلوس. عائله. عندك عائله وتلعب في جمعيات كبار. يلزمك باش تكون في المستوى قدام مظهر قدام لعبات باهي فهمتني؟ تنجمش. فهمت. مادامك ما وصلتش خذيت فلوس اللي تنجم تعمل بها. ما ترجع ما خذيتش فلوس؟ خذيت كان شهريتي انا وبريميتي لعبت. كيما كانوا الناس الكل وقت ظهر. هي اعطيني انا شكون اللي في الوقت هذاك كون. اعطيني. فهم لعبيه تو عايشين لاباس عليهم، مش الناس الكل. انا هو خالد بدر مثلا. خالد بدر خرج البر لعب. اي انت عايش ما خرجتش وقتها. ما خرجتش، ما جاتش الفرصه. تحفظ على فلوس وزاد خرج البر. انا عايش مع بدر ونعرف عاد. انا كان عايش مع بدر ونعرف شو فما وما فماش. فهمتني؟ الجوالات اللي في الوقت في الجيل نتاعي اللي خرج البر. طارق ثابت مثلا عنده قهوه لاباس عليه يا اختي. انت قلت طارق ثابت جيبوا وسالوا. شنو الظروف اللي عاشها؟ بلاكش انت غلطت بشير في حاجه. فاش غلطت؟ نسال فيك. برشا ناس يقولوا غلطت. نسال فيك. غلطت وبرشا كلام تقال اللي انا فسدت. يتقال هذا. باش تفسد ب 350. بشير وعندك عائله في جرتك. انا عندي معلومه. 350 شنو 350؟ 350 دينار. باش تفسد بها وباش تعيش بها عائلتك، باش تعمل شنو باش تعمل بها؟ انا عندي معلومه قول لي انت صحيحه ولا غلط. قول. يقال انك في سهريه قبل صرفت 14 مليون. انا وانا شديت 14 مليون في يدي. قول لي انت صحيح ولا غلط. سنه سنه. اي انا شديت 14 ملي بديت نكور شديت 14 مليون في يدي. حتى فلوس كيب نصنع. كيف قلت عملت دار تو؟ استنى حتى فلوس نعطيك عاد قداش خذيت وارجع. انا وقت لعبت كيب ناسيونال خذيت 10 ملايين راه. فهمت. هيك اكثر فلوس شديتها في يدي. 10 ملايين عملت بهم دار؟ صدقني اكثر فلوس. اي وقتها الدار رخيصه. ليه يعني دفعت فيهم في دار مش خذيت بهم دار. دفعت في دار وقعدت نخلص بشوي. فهمتك. شو تحكي انت تقول لي 14 مليون.